بون جيسبر كو فوزالي بيان نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نبداو تمرين جديد في لا سيري ديال لو شونجمون دو ريفيرونسييل. لا سيري راه لحتها في لا باج, وهذا التمرين هذا هو التمرين الثاني, ما كتبتوش تما باش ما يديش لي ريسباس. التمرين الثاني في لا سيري, ما درناش التمرين الاول لانه فيه واحد السؤال اللي واخا نشرحوه 10 المرات ما غاديش يفهموه. دونك نبداو بالاسئله السهله, الاسئله اللي هي كتعاود بزاف عاد ديك الساعه ملي نكونوا نفهموا هاد شونجمون دو ريفيرونسييل, نفهموا اللعب ديالو القوالب ديالو, عاد ديك الساعه غادي نمشيو للاسئله اللي هي صعبه واللي كتطلب شويه ديال التركيز وتطلب شويه ديال الفهم. دونك هذا هو التمرين الثاني, نقزنا التمرين الاول ودرنا التمرين الثاني, دونك غادي نبداو عاود من التمرين الثاني ونزيدو لقدام. دونك سوا لو روبير ابسولي, غادي نبداو نيشان سوا لو روبير ابسولي. التمرين غادي نلوحو في التعليقات في لاباج فيسبوك. سوا لو روبير ابسولي يعني واحد المعلم مطلق اغ ا, عندو لوريجين ديالو او ا ولي زاكس ديالو اكس ا ايغريك ا زيد ا. بطبيعه الحال ملي تنقول لك لي زاكس خاصني لي فيكتور انيتير اللي توجهو هما اي ان جي ان كا ان, سي روبير كارتيزيان. اي ار 2 واحد الروبير اخر, ار 2 عنده لوريجين ديالو او 2, عنده 3 زاكس ديالو اكس 2 ايغريك 2 زد 2, حتى هو واخا ما بينتهاش هنايا حتى هو عنده اكس اي 2 اي 2 او جي 2 او فوالا او زد 2. ولكن تنظن هنايا في التمرين راه ما عطيناش زد 1 وزد 2. بلاتي نشوفوا التمرين, بلاتي نفيريفيو الحسابات ديالنا, نشوفوا التمرين, نشوفوا لينونسي ديال التمرين. فوالا ما كايناش زيد ا, ما كايناش زيد ا, زيد ا حيدي ك ان هي غادي تحيد, او فوالا زيد 2 هي غادي تحيد صافي. دونك لاحظ معايا هنا شنو عندنا, عندنا اكس ان ايغريك ان, عندنا دو زاكس. ملي تيكون عندنا دو زاكس دونك روبير تيتسمى روبير بولير دو زاكس x1 y1, دونك عنده اي 1 و جي 1, x2 y2 حتى هو عنده اي 2 جي 2. غولاتيف نسبي كيتغير كيتحرك, اشنو قال لك اون ترانسلاسيون ريكتيلين بارابور ا كوا بارابور ا ار 1. انا راه حاولت نحيد بعض المعلومات اللي غادي نقولهم بفمي, اما التمرين راه غادي تلقاوه كامل مكمول. دونك ار 2 اون ترانسلاسيون ريكتيلين, لاحظ معايا اون ترانسلاسيون ريكتيلين كيسكو سافو دير ترانسلاسيون ريكتيلين. ترانسلاسيون ريكتيلين يعني ازاحه في حركه مستقيميه. ملي تنقول لك ازاحه مستقيميه يعني راه ما كيمشيش مع اكس و ايغريك وتيديرها, يقدر يكون غادي مع اكس و ايغريك بحيث انه يمشي مستقيمي, تيتحرك بالنسبه لاكس وتتحرك بالنسبه للزد, دونك تيتحرك هكا, دونك غادي ما بيناتهم ممكن. ولكن لاحظ معايا هنا شنو قال لي, اشنو هذا الفيكتور بوزيسيون. لاحظ معايا الا قلت لك السرعه ديال هذا الفيكتور بوزيسيون يعني التغير ديال او 2, لانه هو اللي كيتحرك, يعني التغير ديال البوزيسيون ديال او 2 بالنسبه لاو 1 هو لا ديريفي, راه هي السرعه. شنو هو ملي كتغير في لا بوزيسيون ديالك, انت في هذا البوزيسيون من بعد تحركتي لهذا البوزيسيون, من بعد تحركتي لهذا البوزيسيون, تنحسبوا لك السرعه ديالك. فشنو هي السرعه ديالك؟ هو التغير في لا بوزيسيون, التغير في لا بوزيسيون في واحد المده زمنيه. وشنو هو التغير؟ راه هو الاشتقاق. الاشتقاق ما هو الا التغير بالنسبه للزمن. فإلا قلت لك او 1 او 2 عاطينها ليا بواحد المقدار ثابت غادي مع اي 1, فراه حتى السرعه ديالو غادي تبقى غادي مع اي 1, لانه الا درت لك لا ديريفي غادي يبقى غادي ليا مع اي 1, لان التغير اشنو قلنا اون ترانسلاسيون ريكتيلين, هذا تيدير اون ترانسلاسيون ريكتيلين بارابور ا ار 1, دونك لا ديريفي ديال هذا ها غادي يكون غادي مع اي 1. دونك اشنو هو لا ديريفي ديال او 1, شنو هو او 2؟ راه هو لوريجين. اشنو كنقول لك الريفيرونسييل هو الاصل, الاصل هو او. دونك الا تحرك هذا راه تحرك مع العقل ديالو اللي تحرك, الاصل لوريجين. دونك لوريجين هو اللب ديال هذاك الريفيرونسييل ديال ذاك الروبير. دونك ار 2 الا قال لك اون ترانسلاسيون دونك راه او 2 هو العقل هو اللي تحرك, دونك هو الاصل اللي تحرك وتيتحركوا معاه لي زاكس ديالو, وديك الساعه تيتحرك الغوبير كامل اون ترانسلاسيون بارابور ا ار 1 يعني بارابور ا او 1 يعني او 2 اون ترانسلاسيون بارابور ا او 1. ولا فيكتور بوزيسيون هو هذا متعلق بدلاله ماذا؟ بدلاله الزمن. شوف معايا هنا كل ما غادي يتغير الزمن هنا شنو غادي يطرى, كل ما تزاد الزمن هنا, لان الزمن هو اللي كيتغير هنا. فإلا قلت لك السرعه
السرعه غادي تكون هي لا ديريفي ديال هادشي يعني 2 ا فوا تي لا ديريفي ديال هادشي وبي غتمشي دونك الا عوضتي هاد تي ب ا غادي تكون عندها واحد السرعه الا عوضتي بتي 2 بتي ب 2 غادي تولي عندها واحد السرعه كبيره يعني غادي وكتسارع يعني غادي السرعه وكتزاد الا بقيتي كتزيد في المدد الزمنيه يعني التسارع هنا موجب دونك هاد او 2 عنده واحد الحركه بالنسبه لاو 1 هاد الحركه مستقيميه دونك المهم عطينا الفيكتور بوزيسيون ديال او 1 او 2 هو هاد التعبير هذا قال لك اون قال لك في اغ 2 يعني في هاد اغ 2 هذا كاينه واحد البوان ام هي هادي هاد البوان ماتيريال ام ايكري ان سيركل ملي تنقول لك ان سيركل يعني دوران دوران خاصني لوريجين ديالو دوران خاصني الغايون ديالو ها هو قال لك ان سيركل دو سونتر او اللي هو او 2 دو سونتر او 2 يعني ها هو السونتر ديالو يعني ان ام راه كدور على هذاك لو سونتر يعني كدور على هذاك او 2 ماشي على اغ ا مثلا انا هو اغ ا وصاحبك اللي جالس ليه هو اغ 2 وكاين واحد لو بوين ماتيريال ام مثلا واحد الدري تيدور عليه انت شنو غادي تقول غادي تقول انها شوف هذاك الدري كيدور عليه ماشي كيدور عليا كيدور عليه دونك راه ام راه كدور بالنسبه لاغ 2 ماشي بالنسبه لاغ ا دونك حاول تفهم مزيان فوالا كي كري ان سيركل دو سونتر او اي دو غايون ار الغايون ديالو هو ار الشعاع ديالو يعني المسافه ما بين ام وداك لو سونتر او 2 وملي كيدور ملي كيدور دونك تيدور بواحد السرعه اللي هي لا فيتاس اونغيلير اوميغا وبطبيعه الحال راه السرعه غادي تكون هنا متغيره بدل الزمن دونك اوميغا دو تي لا كيسيون نيميرو 1 كالكولي لو فيكتور لو فيكتور دو فيتاس غولاتيف يعني لا فيتاس غولاتيف حسب ليا لا فيتاس غولاتيف حسب ليا لا فيتاس ابسولي واستنتج ليا لا فيتاس دونترينمون دونك راه كاينه واحد العلاقه اللي كتربط ليا ما بين هاد لي 3 فيكتور هنا راه واحد الفيكتور فوالا ديتيرميني لاكسيليراسيون غولاتيف لاكسيليراسيون دونترينمون لاكسيليراسيون دو كوريوليس اي لاكسيليراسيون ابسولي كو بوتون دير دو لاكسيليراسيون ابسولي et l'accélération relative dans le cas R2 en translation rectiligne uniforme par rapport à R. يعني اشنو ممكن نقول اشنو كتعني هاد ملي يكون عندنا واحد الحاله ديال R2 في حركه مستقيميه منتظمه هنا راه غير قال لك مستقيميه ما قالش لك منتظمه يعني غادي يطيروا بعض المعلومات اشنو غادي يطرا اشنو ممكن نفهم من اكسيليراسيون ابسولي ولا اكسيليراسيون غولاتيف اشنو هي العلاقه اللي تربط ما بيناتهم ملي يكون عندنا الغوبير de R2 en translation rectiligne uniforme par rapport à R1. Donc, à demain, la question. On va voir, nous allons nous dire bien les معطيات. Nous allons essayer de voir ce que c'est la physique. La première chose dans la physique, c'est ce que nous faisons pour nous faire un entraînement ou pas, pour nous faire bien dans la physique. Donc, ce qui m'a donné dans le livre, c'est qu'on va revenir dans un schéma. D'accord ? C'est la physique. Parce que la physique, باش نزيدو نسهلوه استعملنا الماط وباش نزيدو نسهلوه راه بطبيعه الحال الماط ماشي كافي دونك راه حتى الرسم تيكون تيسهل دونك حنا اي حاجه خاصنا نسهلوها اي حاجه خاصنا نسهلوها فراه الماط جا من اجل الفيزياء وليس الفيزياء جا من اجل الماط دونك اشنو قالوا ليا ايا دونك اشنو قالوا ليا عاطينا واحد الغوبير ابسولي ار 1 او 1 x1 y1 دونك انا غادي نرسمو هذا الغوبير ابسولي اشنو سميتو r1 دونك عنده لوريجين o1 وعندو x1 وعندو اش عندو y1 ياك هكذاك قال لك عاوتاني بطبيعه الحال ما نساوش لي فيكتور يونيتير اي فيكتور يونيتير جي دونك هنا جي 1 اي 1 فوالا و ار 2 قال لك اون ترونسلاسيون ريكتيلين بارابور ا اون ترونسلاسيون ريكتيلين بارابور ا قال لك ار 2 اون ترونسلاسيون ريكتيلين بارابور ا ار 1 دابا فين غادي ندير واش نديرو هنا ولا نديرو هنا ولا نديرو هنا اولا نديرو هنا ولا نديرو هنا لاحظ معايا او 1 هنا في او 1 هنا في او 1 بغيت نمشي لاو 2 خاصني نمشي مع لاكس اي دونك خاصني يا اما هنا يا اما هنا يا اما هنا ولكن ما عطانيش شحال بي ما عرفتهاش
برا كونستانت ا كونستانت بجوجهم بوزيتيف او تي راها الزمن ما عرفتش فين غادي يكون واش هنا ولا هنا المهم هو او راه يا اما كاينه هنا ولا كاينه هنا ولا كاينه هنا دونك خصني نبقى غادي مع اي هاد ان نقدر نحطها مثلا انا هنا هاد او دو نحطها لان انا ما عرفتش انا هنا ما عرفتش شحال المهم ما غاديش يطيح في الزيرو المهم ما يطيحش في الزيرو داكوغ هنا قال لك ستريكتومون بوزيتيف ا اي بي ستريكتومون بوزيتيف دونك او دو نقدر نحطها هنا ها هي او دو واشنو غادي نرسم ليها دابا ثاني حاجه او دو ها هي كاين اللي غادي يجي غادي يقول لك ندير لاكس اكس 2 حتى هو راه عنده اكس 2 ايغريك 2 ندير لاكس اكس 2 بحال هكا وايغريك 2 غادي يكون عمودي عليه هنا سيدي ما قالش لك باللي راه 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 انه تيدير غوطاسيون ولا راه داير بحال هكا لان الا درتي ليه هكا دونك كاين واحد الزاويه هنا الا درتي ليه بحال هكا دونك مفروض عليك انك تذكر هاد الزاويه اللي كاينه هنا ما مذكوراش الزاويه اللي كاينه ما بين اكس واي دونك اش مفروض عليك اكس 2 يكون كونفوندي مع اكس 1 وبطبيعه الحال الا كان اكس 2 كونفوندي مع اكس 1 فرا اي 2 راه عمودي على اي 1 يعني الا درتي لهذا بحال هكا هاد جوج عمودين على بعضياتهم الا درتي لهم بحال هكا بحيث هذا يولي منطبق مع هذا دونك هذا غادي يولي غادي باراليل مع هذا ياك دونك كيفاش غادي يولي اكس 2 دونك هذا اكس 2 كيفاش هذا اكس 1 ياك دونك كيفاش هو اكس 2 كيفاش داير اكس 2 غادي يكون باراليل مع اكس 1 يعني تقريبا غادي يكون غادي بحال هكا دونك هذا هو اكس 2 و ايغريك 2 غادي يكون طالع الفوق عافاكم رسموا هذا ها لان غادي نرسم غادي نكتب المعلومات ديالي وغادي نمسح فوالا وقال لك عندنا واحد لو بوين ماتيريال ام اللي كدير واحد لا روتاسيون ايكري ان سيركل دو سونتر او دو ها هو سونتر او دو ملي كدير ان سيركل دونك راه كدور في هاد بحال هكا لا حول ولا واش هادي بيضاء ولا المهم كاين عندنا لو بوين ام هنا هي لو بوين ام كدير ان سيركل دونك اشنو كدير واحد الزاويه ها هي الزاويه دونك هاي الزاويه مع اش من البلاصه منين غادي تبدا عندك شي واحد يرسم واحد الخط اخر ويقول لك هذه هي الزاويه ها منين غتبدا من هنا منين غتبدا غتبدا الزاويه من هنا دونك من هنا غتبقى طالعه دونك شكلت لي هذه الزاويه اوميغا دو تي دونك كدور بواحد السرعه زاويه داكوغ والمسافه من او دو حتى الام سماها لي هي اغ صافي دونك شنو هما المعلومات اللي ممكن ناخذ من هنا المعلومات اكس 2 باراليل اكس 1 هادشي راه مهم ها x2 باراليل x1 ولا كانت x2 باراليل x1 x2 عمودي على x على y2 x1 عمودي على y راه بطبيعه الحال راه حتى y2 راه غادي تكون باراليل y1 هاكاك هذا في التيرم ديال لي زاكس بالنسبه لي فيكتور x2 راه عنده اي 2 بلا ما نكتبها عافاك باش ما ياخذش ليا سميتو اكس 2 عنده اي 2 حتى هو غادي هكا y2 حتى هو راه عنده جي 2 حتى هي عنده جي 2 هنا دونك x1 باراليل x2 y2 باراليل y1 يعني ماذا راه كذلك راه لي فيكتور ديالهم غادي يكونوا كونفوندي بالنسبه لي التيرم ديال لي فيكتور ما تيهمش واش باراليل واش هما راه الا قلنا اي1 مع اي2 باراليل في لي فيكتور غير هو زعما هذا افقي وهذا افقي يعني ماشي باراليل كاينه ما بيناتهم مسافه ولكن في لي فيكتور يكفي واحد يكون غادي في هذا الاتجاه واحد غادي في هذا الاتجاه دونك راه بحال دونك اي 1 راه منطابقه مع اي 2 ولا كانت اي 1 منطابقه مع اي 2 فراه جي 1 منطابقه مع جي 2 دونك هذا الشيء غادي نقول لكم هاد الجوج هادو غنقول لكم فين بالضبط مهمين دونك هادو اللي غادي نحتاجو صافي هادو اللي غادي نحتاجو رسموا عافاك هذا ها ورسموا وكتبوا هذا الشيء باش نمسح صافي دابا غنمسح كل شيء انا بغيت ندير جوج ديال الفيديوهات نزلوا جوج ديال الفيديوهات دونك لا كيسيون نيميرو 1 شنو قال لي لا كيسيون نيميرو 1 قال لك كالكولي لا فيتاس ابسولو اي لا فيتاس غولاتيف اول حاجه اون سي كو لا فيتاس absolue de m اشنو هي لا فيتاس absolue
واخا بلاتي نكتب العلاقه وغادي نشرح لكم هاد لا فيتاس ابسولو هي لا فيتاس غولاتيف بلس لا فيتاس دونترينمون دو ام فوالا دابا سيدي نيا لاحظ معايا انت مثلا وقف في الشانطي وقف في الشانطي تتسنى لشي واحد يديك ولا كتسنى الطوبيس باش تركب فيه ولا شي حاجه صافي انت واقف فوق الشانطي هادي هي الشانطي وغادي بان لك واحد الكارديز ها الكارديز غادي الداخل تاع الكار تيبان لك واحد السيد غادي عند الشيفور راكب راكب الداخل تاع الكار غادي عند الشيفور راه غادي عند الشيفور صافي انت واقف فوق الشانطي وبان لك واحد السيد لداخل تاع الكار نسميوه احمد احمد اولا داك الكريسون غادي يا سيدي نيا من اللور ديال الكار غادي عند الشيفور بغى يمشي عند الشيفور بدا تيقول لهم شكون اللي ما عنده ورقه شكون ما عنده ورقه من بعد هو يمشي عند الشيفور تيبان لك انت راه غادي عند الشيفور وكاين عبد الكريم حتى هو جالس في الكرسي جالس في الكرسي لاصق جالس في الكرسي ديالو في الكار دونك تيبان لك عبد الكريم كتعرفو وتيبان لك هذاك داك احمد غادي عند الشيفور السرعه ديال احمد السرعه ديال احمد اللي غادي عند الشيفور السرعه ديال احمد اللي غادي عند الشيفور بالنسبه لهذاك اللي جالس في الكار بالنسبه لعبد الكريم اللي جالس في الكار راه السرعه ديالو غير نسبيه لا فيتاس غولاتيف هي لا فيتاس غولاتيف يعني راه احمد راه كيشوف السيد دايز من حداه غادي عند عبد الكريم تيشوف السيد غادي عند الشيفور ها هو دايز من حداه راه غادي يقول لك راه غادي غير بشي جوج متر في الثانيه ولا شي حاجه راه السرعه ماشي حقيقيه غير نسبيه لان اصلا الكار تيتحرك دونك السرعه ديالو غير غولاتيف دونك لا فيتاس غولاتيف ما هي الا لا فيتاس ديال هذاك احمد داك الكريسون غادي عند الشيفور بالنسبه لعبد الكريم اللي جالس فوق الكرسي اللي جالس في الكرسي في الكار ياك هاكو داك والسرعه ديال احمد ديال هذاك الكريسون ديال احمد بالنسبه لك انت اللي جالس اللي واقف فوق الشانطي راه هي السرعه المطلقه هي السرعه المطلقه يعني هي لا فيتاس ابسولو لا فيتاس ابسولو هي لا فيتاس ديال احمد بالنسبه لك انت اللي واقف فوق الشانطي اما لا فيتاس ديال احمد بالنسبه لعبد الكريم اللي جالس في الكار راه غير سرعه نسبيه غير لا فيتاس غولاتيف واشنو هي لا فيتاس دونترينمون هي السرعه ديال الكار بالنسبه لك هي السرعه ديال الكار بالنسبه لك واشنو هي السرعه ديال الكار بالنسبه لك راه هي نفسها السرعه ديال عبد الكريم اللي جالس في الكار لان اصلا جالس في الكار دونك الكار تيتحرك غادي بنفس السرعه ديال الكار جالس في الكار لاصق بحال الكرسي دونك شنو هي السرعه المطلقه ما هي الا السرعه ديال هذاك احمد ديال داك الكريسون بالنسبه لعبد الكريم اللي جالس في الكار زائد السرعه ديال هذاك السيد داك عبد الكريم اللي جالس في الكار بالنسبه لك انت اللي واقف فوق الشانطي وشنو هي السرعه ديال عبد الكريم اللي جالس في الكار هي السرعه ديال الكارنيت دونك بصيغه اخرى السرعه ديال احمد يعني السرعه لا فيتاس ابسولي السرعه المطلقه هي السرعه ديال احمد اللي غادي تيتمشى غادي عند الشيفور السرعه ديالو زائد السرعه ديال الكار بالنسبه لك هذه هي لا فيتاس ابسولي هي السرعه ديال احمد بالنسبه للكار يعني بالنسبه لعبد الكريم زائد السرعه ديال عبد الكريم اللي هي السرعه ديال الكار بالنسبه لك هذه لا فيتاس ابسولي دونك شنو قالوا لينا هما حسب لي السرعه ديالاش وديال احمد بالنسبه ليك ومن تما لتما من عند احمد لعندك السرعه ديالو بالنسبه ليك انت اللي واقف في الكار وقال لك حسب لا فيتاس ابسولي والسرعه ديال احمد بالنسبه لعبد الكريم يعني بالنسبه للكار وعاد ديك الساعه حدد لي السرعه ديال الكار من تما حدد لي السرعه ديال الكار بهذيك الطريقه حدد لي السرعه ديال الكار صافي دونك اول حاجه السرعه ديال لا فيتاس ابسولي اشنو هي لا فيتاس ابسولي لا فيتاس ابسولي يعني السرعه المطلقه نجيو نمثلوها في هاد المواقع هادو اللي هنا عندنا البوان ام وعندنا الغوبير ديالنا هو هذا بلا ما نرسمو عاوتاني هادي هي البوان ام كدير واحد الدائره بلاتي نكبرها واحد شويه دونك هادي هي ام اشنو قال لك لا فيتاس ابسولي دو ام ديال النقطه ام ام هو احمد هاو هي لا فيتاس دو بوين ماتيريال ام بارابور ا ار زيرو هذا هو ار زيرو انت هو داك الغوبير فيكس ابسولي اللي واقف فوق الشانطي وهذا الغوبير هذا هو الكار اللي قال لك اون ترانسلاسيون
ريكتيلين بارابور ا سي لي غاز فوق الشانطي تاع. وهاد ام هذا هو احمد. دونك ها هو احمد، ها هو الكار، وها هو انت. دونك لا فيتاس ابسولي هي لا فيتاس ديال احمد بالنسبه لك، يعني لا فيتاس دو ام بارابور ا ار زيرو هي هذه. اشنو هي، اشنو هي لا فيتاس؟ هي لا ديريفي. لاحظ معايا، هذا هو الغوبير ياك ابسولي ياك او ان، هذا او دو. لا فيتاس ديال او ام يعني هذا، هذا او ان وهذا او دو وهذه ام، هي لا فيتاس دو او ان ام سور دي تي ديريفي بارابور ا ار زيرو. اشنو كتساوي هاد السرعه ديال ام بالنسبه ما ما اشنو هي؟ هي السرعه ديال ام بالنسبه لاو ان ياك، هي هذه السرعه ديال هذا بالنسبه لهذا زائد السرعه ديال هذا بالنسبه لهذا. رياضيا طبقنا هنا علاقه شارل. دونك او ان ام هي او او ان او دو بلس او دو ام، او ان او دو بلس او دو ام. هاد الشيء لا ديريفي بارابور ار زيرو. تفكروا احمد وتفكروا عبد الكريم ولا عباس ولا علي. دونك حاولوا غير تربطوا هادشي بالواقع غتفهموا. راه اللي ما ربطتش بالواقع ما غاديش تكون فيزيائي، ما غاديش تكون تناقش، ما تكون حتى حاجه. كتعرف لا فيتاس ابسولي، شنو هي لا فيتاس ابسولي؟ هي لا ديريفي، لا ديريفي صافي. هذاك راه غير مات، راه غير المات. لا فورس ايت ايغال ا ام غاما راه غير مات. القوانين ديال نيوتن كامل، وداك داك دوك التعاليق دوك دوك العلاقات راه كاملين غير مات بلا ما نضيعوا الوقت. دونك لا ديريفي ديال او ان او دو سور دي تي راه عاطينا، عاطينا هاد او ان او دو بلس لا ديريفي ديال او دو ام بالنسبه لار زيرو. دونك لا ديريفي ديال او ان او دو، شوفوا شوفوا التمرين. هي عندنا تمايا ا او ان او دو هي ا تي كاري بلس بي. دونك لا ديريفي ديالها غادي يكون هو دو تي ا تي كاري. دونك هي دو ا فوا تي. لا ديريفي ديال ا تي كاري هي دو ا تي، دو ا تي. و بي هو زيرو، غادي يكون متبع ب اي ان، اي ان راه كونستانت بلس لا ديريفي دو او ام. اشنو ذكروا ليا؟ ناخذ غير ار دو صافي. واخا ناخذ حتى هاد الغوبير هذا، هنا او ان هنا او دو، وهذه هي ام كدير واحد لا روتاسيون، هذه هي الزاويه. دونك لا فيتاس دو او 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 دو ام هي هذه، كدير سيركل. انا ما نقدرش ندير لا ديريفي او دو ام، ما عرفتش انا التعبير ديالها كيفاش داير. خصني ندير الاسقاطات، ندير الاسقاط على اكس اكس 2 وندير الاسقاط على اي 2. دونك لا ديريفي ديالها اش غتعطيني الا درت الاسقاط على اكس 2؟ غادي تعطيني هي الكوس ديالها اوميغا 2 تي. وملي ندير الاسقاط على ايغريك 2 غادي تعطيني ماذا؟ هنا غاديه مع اي 2 اي 2 بلس، والاخرى تعطيني السين سينوس اوميغا 2 تي جي 2. لا ديريفي دابا لاحظ معايا، واش باقي عاقلين فاش قلت لكم راه اي 1 كونفوندي مع اي 2؟ اه منطابقين. اه هاد اي 2 و جي 2 راه لا يعقل تخليهم بحال هكا، لان الا مشيتي درتي غير لا ديريفي لهادو خليتي اي دو وجي دو هكاك، راه اي دو كتحرك، اي دو راه اون ترونسلاسيون، او دو اون ترونسلاسيون بارابور ا اي ان. دونك راه لي فيكتور ديالو اون ترونسلاسيون. داكشي علاش منطقيا، منطقيا الا كانت اي دو كونفوندي مع اي ان، حيد ليا اي دو وعوضها باي ان. علي عوضها باي ان، عوضها باي ان باش ملي تقول ليا ان هذا كونستونت خرجوا من الاشتقاق وهذا كونستونت خرجوا من الاشتقاق، تتكون منطقيه. راه الا درتي اي 2 اي 2 ودرتي الاشتقاق وخليتي اي 2 و اي ان حتى الاخر عاد عوضتي، راه هاد المنطقه هذا اللي مشيتي به من هنا حتى لهنا واخا صحيح راه غلط، راه غلط، لان اعتبرتي اي 2 كونستانت ودرتي لا ديريفي غير هذا، وهي راه ماشي كونستانت.
يعني عوضها بعدا ب اي ان و جي ا عاد ديك الساعه غادي تعتبرهم كونستانت منطقيه رياضيه سور دي تي دونك شنو كتساوي هادي دو ا تي اي ان بلس دونك ملي يكونوا لي فيكتور لي فيكتور واحد الفيكتور اللي كتحرك كونفوندي من طابقه مع واحد الفيكتور اللي ما كتحركش فعلاش انا نخلي الفيكتور اللي كتحرك وندير ندير انا فيكتور اللي ما كتحركش ندير في بلاصه فيكتور اللي ما كتحركش دونك لا ديريفي خصنا نعرفوا ان راه اوميغا راه تتغير بدلاله الزمن دونك راه خصنا نديروا اوميغا اوميغا دو تي لا ديريفي ديالها الاشتقاق ديالها اللي هو اوميغا وما نساوش هنا راه في اغ ما نساوش اغ اغ كوس ملي درنا الاشتقاق ملي درنا الاسقاط راه الاغ اغ راجعوا معايا داك او ام فاش درت الاسقاط راه قلنا ما بين او دو ام راه كاين اغ دونك اغ كوس ما نساوهاش ها هي غادي نخرجها بحال راه عملت بها هاي ما نساوش اغ هاي دونك ها هي عملت بها اغ ودابا لا ديريفي ديال اوميغا شحال هي اوميغا لا ديريفي ديال اوميغا دو تي هي اوميغا الكوس هو موان سين دونك ها هي نكتبها موان اوميغا سينوس اوميغا دو تي غاديه مع اي ان دابا منطقيه خليت اي ان اما كون درت اي دو ونجي نحط عاوتاني اي دو هنا ما درتش لها الاشتقاق وهي كتغير رياضيا خطا ما تجيش حطها الاخر في الاشتقاق غادي تغير داكشي كلشي عاد ديك الساعه تبدا تعتبرو كونستانت وحول ما جيت تخلي اي دو اي دو وتجيبهم لهنا تولي هنا اي دو تولي هنا جي دو تقول اه وراه هذه راه كونفوندي مع هذه ايوا صافي غادي راه هنا فين غلطي راه الاستاذ الا بغى يتحاس معاك فيها راه يتحاس معاك ولا ما تحاس معاك فيها راه خصو يتحاس معاك نيشان لان هذاك خطا خطا رياضي ثم لا ديريفي الاخرى هي اوميغا سينيس هو الكوس اوميغا دو تي جي ان فوالا غادي نديرها نيشان غادي ننشر ياك ها هي هاد الناقص ها هي ها هي اغ والناقص راه غادي يدخل حتى هنا غادي تبقى زائد وغادي تكون هنا اغ صافي دونك غادي نعمل هنا اي ان اي ان دونك غنعمل غادي تولي دو ا فوا تي موان اغ اوميغا سينوس اوميغا دو تي غادي مع اي ان بلس ار اوميغا كوس اوميغا دو تي جي ان دونك هذا هو التعبير ديالاش ديال لا فيتاس ابسولو لاحظ معايا السرعه ديال اغ 2 والسرعه هنا كاينه عندنا ديال لا روتاسيون كذلك دونك غادي نجي هنا غادي نكتبها لا فيتاس ابسولو دو ام اللي كتساوي لا فيتاس ديال بوان ماتيريال ام يعني ديال احمد بالنسبه ليك انت اللي جالس في الكار بارابور ار 0 ابسولو ايتيغال هذا التعبير هذا دو ا تي موان ار اوميغا سينوس اوميغا دو تي هاد الحيوانات الاليفه اللي جالسه تغني ليا برا دابا نخرج نزغرت لهم على ودنيهم اي ان ابا طبعا نقول لك قد راسك اغ اوميغا كوس اوميغا دو تي جي ان هاد البراش واقيلا غادي نخرج ليهم نقد ليهم المجاج دونك هادي لا فيتاس الاولى اللي هي لا فيتاس غولاتيف لا فيتاس لا فيتاس ابسولي دابا لا فيتاس غولاتيف اشنو هي لا فيتاس غولاتيف هي لا فيتاس ديال حمد بالنسبه للسيد اللي جالس في الكار يعني بالنسبه للكار فيتاس ديال حمد اللي هي البوان ماتيريال ام بالنسبه لاش بالنسبه للكار داكوغ دونك لا فيتاس غا ابسولي سي لا فيتاس ديال حمد بارابور ا ار 1 بالنسبه للكار
اللي هي لا فيتاس ابسولي اللي هي بالنسبه لهاد ار ان يعني عبد الكريم. دونك هي مدى لا فيتاس دو بوان ماتيريال بارابور ا ار ان سي لا ديريفي دو او دو ام او دو ام بارابور en fonction de temps par rapport à R1. Voilà. Donc la dérivée de OM راه هي R خصنا نعوضوا بعدا O de M بالتعبير ديالها R cosinus omega de t غادي مع I2. هنا ماشي بالضرورة عرفتي علاش؟ لأن هاد I2 par rapport à R هنا راه par rapport à R2 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 ني بالنسبة للكار بالنسبة للريفيرونسييل موبيل I2 راه I2 راه فيكس بالنسبة لـ R2 راه هذا فيكتور ديال R2 دونك فيكس ماشي مشكل نقدر نعوضو بـ 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 I1 نقدر ما نعوضوش منطقية راه هذا راه كونستانت دونك ماشي مشكل ملي ندير الاشتقاق نخليه ماشي مشكل دونك R الأخرى غادي تكون هي السينوس سينوس أوميغا دو تي غادي مع جي 1 بارابور سور دي تي شنو هاد البراش هادو اغ نعمل باغ ندير لا ديريفي اشنو غادي يخرج ليا اوميغا كوس هو موان موان سينوس اوميغا دو تي اوميغا دو تي اي ان اغ هاي عملت بها دونك هي كوس دونك اوميغا كوس اوميغا دو تي جي ان هنا جي 2 داكوغ دونك نعمل باوميغا نعمل باوميغا غتولي ار اوميغا اوميغا موان سينوس اوميغا دو تي اي ان بلس ولا عرفتيه ماشي مشكل لان اصلا غادي ندير هادي موان هادي قدرت تسامبليفا شي حاجه ماشي مشكل صافي كتبتها دابا اوميغا كوس اوميغا دو تي جي ان عرفتي كنعتذروا على هذه الكتابه هذه راه هذا الماركور هذا راه عيان بزاف وتنحاول ما نضيعوش اما كون كانت سيغما راه مزيان نكتبوا كتابه كبيره وداك الشيء يبان مزيان دونك هذا هو التعبير الثاني دونك لاحظ معايا هذه لا فيتاس غولاتيف دونك هذه لا فيتاس غولاتيف ديالنا دونك هذه هي لا فيتاس غولاتيف اللي هي غادي نشرها ناقص ار اوميغا سينوس اوميغا دو تي اي ان بلس ار اوميغا كوس اوميغا دو تي جي ان دونك هذه هي لا فيتاس غولاتيف دونك اون سي كو اون سي كو اش la vitesse absolue de M est égale à la vitesse relative de M est égale à la vitesse d'entraînement de M donc d'où la vitesse d'entraînement de M est égale à la vitesse absolue moins la vitesse relative moins la vitesse relative de M voilà donc la vitesse absolue هذا هو التعبير ديالها donc شدوا هذا التعبير هذا حطوه هنا وشدوا la vitesse absolue اللي هي هذه حطوها هنا صاف donc اشنو غادي تكون عندي هنا هذه متبوعه ب اي ا وهادي متبوعه باي ان هادشي راه شنه ناقص تندير لي كوردوني ناقص لي كوردوني دونك هنا اي ان هنا اي ان هنا جي ان هنا جي ان دونك هاد التعبير هذا لا فيتاس لا فيتاس غولاتيف لا فيتاس ابسولي دونك هذا لا فيتاس ابسولي ناقص لا فيتاس غولاتيف هذا ناقص هذا لاحظوا معايا هذا ناقص ناقص هذا دونك الا درت هذا دو ا تي موان كذا ناقص هذا
ناقص مع الناقص لاحظ معايا هذا ناقص هذا وهنا كاين الناقص دونك يولي زائد دونك هذا التعبير ناقص هذا التعبير غادي يتامبليفا ار اوميغا سينوس مع ا موان ار اوميغا سينوس وغادي تبقى ليا دو تي غادي مع اي 1 دونك هاي دو ا دو تي غادي مع اي 1 دابا نبت هذه هذا الكوردوني اللي مضروب في الجي مع هذا الكوردوني اللي مضروب في الجي هذا ناقص هذا اشنو غادي نلاحظ هنا هذا كامل غادي يمشي تنظن هذا غادي يمشي صافي حصلنا على هذا التعبير هذا دونك اشنو هي هذه لا فيتاس دونترينمون ها تنكتبها هنا لا فيتاس دونترينمون نقدر نحتاجها انا والله ما حافظ شي حاجه والله ما عارف اشنو تندير عاودوا حاولوا تفيريفيو الحساب لا ميثود راه هي لا ميثود ولكن الحساب راه وارد الاخطاء فيها الحساب وارد اخطاء وارد في الاخطاء يمكن الخطا ولكن لا ميثود راه هي هذه راه ما كاينه حتى شي حاجه هذا هو لا ميثود دونك كتعطينا دو ا منطقيا لا فيتاس دونترينمون اشنو كنلاحظ ان السرعه ديال الكار والسرعه ديال الكار هي السرعه ديال الغيفيرونسيال ار 2 وقال لك ان الغيفيرونسيال ار 2 تيدير اون ترانسلاسيون وديك مع اي 1 دونك راه غادي يكون غادي مع اي 1 دونك هذا غادي يكون بوزيتيف دونك كون كانت موان كون راه غادي بالعكس ولكن غادي لديك الجي دونك هذه صحيحه دو ا فوا تي دو ا تي غادي مع اي 1 وي عا كل شويه هر 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 حل سد حل سد طلع هبط طلع هبط اي صنعوا لنا الصواريخ خاصني نحسبوا لنا في الدروج هنا دونك هذه هي لا فيتاس دونترينمون لا فيتاس غولاتيف لا فيتاس ابسولي دونك لا كيستيون نيميرو 2 سي لو سويفون ديتيرميني لي زاكسيليراسيون غولاتيف لاكسيليراسيون كوريوليس لاكسيليراسيون ايتترا دونك هو سولني قال لك حدد لاكسيليراسيون غولاتيف حدد لاكسيليراسيون دونترينمون حدد لاكسيليراسيون دو كوريوليس وحدد لاكسيليراسيون ابسولي شكون هي الحوايج شكون هي العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم اون سي كو اون سي كو كو لاكسيليراسيون دونترينمون دو ام ايتيغال لاكسيليراسيون ابسولي لاكسيليراسيون ابسولي دو ام سوني كو لاكسيليراسيون دو بوان ماتيريال ام دو حمد بارابور ا انت اللي جالس فوق الشانطي plus c'est la vitesse de m par rapport à c'est la vitesse de m par rapport à r0 il y a la vitesse l'accélération absolue est égal à l'accélération d'entraînement de m plus l'accélération relative de m plus l'accélération de Coriolis هذا l'accélération d'entraînement فراه هو متعلق بالدوران واش هذاك الكار واش تيدور لان هنا كاينه البارتي ديال لا روتاسيون وكاينه البارتي ديال اش ديال الترونسلاسيون يعني هذاك اغ 2 راه الا كان تيمشي نيشان فراه ممكن هي لا ديريفي ديال لا فيتاس دونترينمون ولكن راه الا كان تيدور وكيتحرك فراه هنا مضطر انت انك اش راك كتمشي وكتدور داكوغ دونك راه اش راه عندنا لا فيتاس هنايا دونك عندنا لا بارتي دو روتاسيون اي لا بارتي دو ترانسلاسيون داكشي علاش راه لا دي راه لاكسيليراسيون دونترينمون راه ماشي هي لا ديريفي ديال لا فيتاس دونترينمون ردوا البال هذه راه فيها البارتي دو روتاسيون اي البارتي دو ترانسلاسيون غادي نشوفوا هذه العلاقه هذه لا فيتاس لاكسيليراسيون غولاتيف يعني داك التسارع ديال احمد في الكار بالنسبه لعبد الكريم ولا عبد الله اللي جالس في الكار يعني واش غادي بواحد التسارع ولا ما غاديش بواحد التسارع هذه لا ديريفي ديال لا فيتاس غولاتيف لاكسيليراسيون دو كوريوليس كاين اللي ما كيفهمهاش متعلقه باش تخيل معايا مثلا هنا عندنا واحد البوان فيكس وانت جالس هنا مع صاحبك وهنا لاصق وصاحبك شاد كره في الاول كنت انت كتلوح ليه الكره هو تيلوح لك الكره انت كتلوح ليه الكره هو تيلوح لك الكره انت كتلوح ليه الكره هو تيلوح لك الكره ملي كدور هذا دابا ولا تيدور تفعناك جا شي واحد دفعك بديتو كدورو راه ملي غادي تلوح ليه الكره راه ما غاتمشيش لعندو غادي دير هاه يعني غادي دير هاه غادي تكون غادي هكا شويه غادي تدوز ما غاديش تمشي لعندو هذيك القوه اللي حولاتو اللي دوراتو
هذيك تتسمى لا فورس دو كوريوليس. دونك هي ملي دارت واحد القوه دو كوريوليس راه هذاك التسارع راه مشى بواحد التسارع، تقدر تكون مشى بواحد التسارع زادت بويس كان الحتى بواحد شويه شويه كل شويه كتزاد شويه السرعه ديالها كتزاد، ولكن غادي بواحد القوه لهاد الجهه بواحد لافيتات تتسمى لاكسيراسيون دو كوريوليس غاديه ديال هاد الجهه. انت كتلوح ليه الكره هكا وهو كيدور بحال هكا والكره كدور بحال هكا. دونك هذه هي لاكسيراسيون دو كوريوليس اللي هي اش اشنو هي لاكسيراسيون اشنو هي لا فورس دو كوريوليس هي موان لا ماس فوا l'accélération de Coriolis. La force de Coriolis, il y a moins la masse, fois H, fois l'accélération de Coriolis. D'accord. Donc, H nous souvient de l'humain. Souvient de l'Hadi, ou Hadi, ou Hadi, Ad souvient de l'Hadi. Nous avons vu le souvient de l'accélération relative, l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis, l'accélération l'accélération absolue. شوف معايا هنا قالوا لينا في الاول حد لاكسيليراسيون ابسولي ولاكسيليراسيون غولاتيف ولاكسيليراسيون دونترينمون. كيفاش حددنا لاكسيليراسيون دونترينمون؟ قلنا ان لاكسيليراسيون ابسولي تيقال لاكسيليراسيون لا فيتاس ابسولي تيقال لا فيتاس غولاتيف تيقال لا فيتاس غولاتيف بليس لا فيتاس دونترينمون، وحددنا لا فيتاس ابسولي وحددنا لا فيتاس غولاتيف واستنتجنا لا فيتاس دونترينمون من ديك العلاقه، حولنا لا فيتاس غولاتيف للجهه الاخرى فيك شونجمون دو سين وحصلنا على لا فيتاس دونترينمون. هنايا ديتيرمينا لاكسيليراسيون دونترينمون ديتيرمينا لاكسيليراسيون غولاتيف وديتيرمينا لاكسيليراسيون دو كوريوليس وحدد لاكسيليراسيون دونترينمون. الا حددت هذه وحددت هذه وحددت هذه نقدر نقول هذه كتساوي هذا العجب هذا ها الزائدات هادو وصافي غادي يخرج لي التعبير كيف ما هو. هذا الشيء اللي غادي نديرو نحدو لاكسيليراسيون دونترينمون نحدو لاكسيليراسيون كوريوليس نحدو لاكسيليراسيون دو غولاتيف. هذا الشيء اللي غادي ندير هنا. دونك هذه نتوما عارفينها غادي نمسحها صافي نمسحها حتى الاخر نكتبها. اول حاجه نبدا بلاكسيليراسيون دونترينمون. هاد لاكسيليراسيون دونترينمون فيها لا بارتي دو روتاسيون و لا بارتي دو ترانسلاسيون. هي ما هي الا ماذا؟ ما هي الا التسارع. اشنو هو لا فيتاس دونترينمون؟ هي ماذا لا فيتاس دونترينمون؟ هي لا ديريفي ديال اش؟ هي ديال لا ديريفي ديال داك الغوبير ديال او 2 يعني او 1 او 2 بارابور ا ار 0 لا فيتاس دونترينمون يعني السرعه ديال الكار اللي هو الغوبير ار 2 بالنسبه لك انت اللي جالس فوق الشانطي يعني بالنسبه لار 2 لار 1 اللي هو ابسولي بالنسبه لار 1. لاكسيليراسيون دونترينمون هو لاكسيليراسيون ديال هذاك ار 2 يعني ديال داك الكار يعني ديال ار 2 بارابور اش بارابور عليك ا 0 بلس اش. هنا دابا كتزاد لا روتاسيون. دونك واش هاد او 2 اللي هو ار 2 واش هاد الكار هذا واش تيدير لا ترانسلاسيون او لا روتاسيون ولا؟ اذا على حسب. دونك لاحظ معايا هنا اوميغا بوان فيكتوريال او 2 او 2 او 2 ام او 2 او 2 بلس هاد اوميغا شنو هي؟ نبينها شويه هنايا. اوميغا ديالاش؟ ديال R2 بارابور R1 بارابور R1. هنا درنا بارابور R0 هنا بارابور R1 ردو معايا بالعافاك بارابور R2 دونك لا روتاسيون ديال R2 يعني الدوران ديال R2 بالنسبة ل R1 فوالا فيكتوريال وكنحل القوس راه كاين فرق القوس تيفرض عليك اش دير أوميغا ديال R2 بالنسبة ل R1 وتعطلنا والله إلا تعطلنا في هذا التمرين هذا راه الشرح 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 بالتفصيل الشرح بالتفصيل وبالواقع او 2. السلام عليكم ورحمه الله. اذا سولونا على لاكسيليراسيون دونترينمون. لاكسيليراسيون دونترينمون كتساوي لاكسيليراسيون دو او 2 بليس لا روتاسيون دونك ابليكاسيون نيميريك دونك فوالا هذا هو التمرين ديالنا. اذا سالينا شكرا السلام عليكم ورحمه الله. هادشي اللي تيكون الكار واش تيدور تيدير لا روتاسيون ما تيديرش روتاسيون الكار قال لك اون ترانسلاسيون. Donc la partie de rotation va négliger, la partie de rotation est nulle, ceci est égal à nul, ceci est égal à nul, ceci est égal à nul. Qu'est-ce que j'obtiens? Seulement la rotation d'IL, l'accélération d'IL O2 par rapport à R1. Yani, la partie de translation faqat. Ajnouhiya, la dérivée d'IL O1, O2, deuxième. Il a qu'à la vitesse, la dérivée d'IL la première, donc à la deuxième. هذا لاكسيليراسيون. شحال لقينا في الاول؟
ها هو غتقول لي هذا راه لا ديريفي قلت لنا لا ديريفي ديال راه لانه ما عندناش ما عندناش غوطاسيون وحصلنا على هذه راه ملي يكون عندنا ترانسلاسيون غوطاسيون راه هنا فين خاصك تلعب كلشي ما ديرش ليا لا ديريفي ديال هذه هي هذه دونك لا ديريفي ديال هذا الشيء غادي يكون هو دو ا دو ا دو ا تي غتمشي في حالتها غاديه مع اي ان منطقيا دونك هذاك الكار اللي قال لك غادي مع اكس ان دونك تيتسارع غادي تيتسارع في الاكس ان غادي تيتسارع وهذا الشيء راه قلنا في الاول فاش قلت لكم ديك او ا تي وكاري الا عوضتي تي ب ان الا عوضتي تي دو دونك راه تسارع غادي تبدا تغير المواضيع ديالها وكذا دونك كون كانت هنا غير جوج هاد ا تقدر تكون جوج تقدر تكون ثلاثه هذا كونستانت بوزيتيف عرفت فهمنا دونك هنا تي اللي كيتغير هنا تي شتي دونك لاحظ معايا هذا هو l'accélération d'entraînement. Nous avons l'accélération de Coriolis. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a Zouj, Amil, V2R2M.